أي زمن وأي حضن رح يمحي هالدمع. حب الزهر بيضل رغم الأسى بيضل، ولو تعب أسوي وتذل بتفرح الغم. أهلين أخي أبو عشرة. فوت أخي فوت، شرف لعندي. سامحني أخي، أنا من زمان مسامحك يا أبو أشرف، من زمان. الله يخلي لي إياك، الله يخلي لي إياك يا أخي، ويخلي لي إياك يا أخي. شو عم تستنوا يا بي؟ يلا روحوا قوموا بواجب عمكم. يلا بأمرك يا بي. لك نحن مين عنا أغلى من هالعالم؟ الله يخلينا ياكم يا رب. يا أهلين وسهلين بأخي وحبيبي أبو أشرف. أهلين أخي، أهلين أخي. جمعتهم ناقصة لأنك مالك موجود معهم، بعدين كل شي بياخدوه باطل بباطل. أصلاً هذا أبو عدنان رح ينقلع من حارته على قبره دغري. وهذا اللي رح يصير. لك يخرب بيته شو ذابي، بده يقلع ابنه الوحيد من الحارة، معقول؟ لك أدركنا منه أبو أشرف، هذا واحد ما له صاحب غير قرشه. أهلين أخي أبو عطاه، الله يخلي لي إياك. أهلين أخي. شافي شو صار مرة رجعت جارنا يا فريزة؟ يا ريتو ما رجع، يا ريتو ما رجع. الله ينصروا عليهم، الله ينصروا عليهم. يبعت لي حمى عليك يا أبو عطا، يبليني بقتلي إلهي. أنت شو دخلت؟ المكتوب ما منه مهروب. علق راس خروف على باب بيتك؟ طيب ليش ما قلت لي؟ شو بدي اقول لك يا ابو جوزيف؟ شو بدي اقول لك؟ شو قصده ابو ناجي بالشي اللي سواه؟ اخي شو قصده؟ بده يطلعني من الحاره بالقوة. معناتها ابو ناجي اللي مسويها. هو معلوم هو. لا 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 ما بينسكت عليها منوب. انا رح اروح عنده على البيت وفهمه ما يلعب معك بارية الحاره. لا تروح ولا تعذب حالك يا ابو جوزيف. ابو ناجي رح ينكر يلي عمله. بس لازم نفهم. تركو بيفهم بعدين يا أبو جوزي، رح يفهم بعدين. ولكم منين طلعتولي فيها هي بتكون جوز جابر لبنت أبو فكري؟ آه يا سليمة،
وأنا شو دخلني؟ هي أختك هي اللي حايسة على متجوزه. يعني أنت ما عندك علم؟ يلا والله العظيم. شنو شكيت فيك تكون مخبي علي جوازته؟ هي أنا ما بخبي عليك شي حتى خبي عليك، هي قصة كبيرة. ماشي ماشي، روحي حطينا عشا، روحي. ايه على عيني. هذا جابر لازم جوزه بسرعة، أحسن ما يوقعنا بشي طابوسة ما ندف فيها. ايه يا مو ايه، اجا لعندي على الدكان وصالحني. خير ان شاء الله يا مو، خير ان شاء الله. بده يرجع مرته؟ رح ياخد الشيخ حسن منشان يرجع له اياها بكرة. ايه الحمد لله. وانت يا مو شو رح تسوي مشان البيت؟ انا بكرة رايع على الداخلية لشوف القصة مين وراها، لازم أعرف مين وراها. إن شاء الله الله لا يردها. لك سكتي لك زهرية، بركي بعد هالصلحة يلي صارت بين عمك وأبوكي بترجعي لأشراف. يا زاد هشام، مستر شو طلع لي خطاب من الراح؟ راح من هون. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يجيب العوائق سليمة. شو القصة؟ دخيلك أبو حمدي بيعرف كل شيء. أنت ما دخلك أبو مستر هو دخيلك هو عنا. يا فريزة وينك؟ ليكني أنا هون مرت عمو. تعي بسرعة يا مو، عم تغلي القهوة. يا مو بيعرف منك كل شيء. أنت فريزة شافت ابن ناجي؟ أحوسه بالله يا مو. متأكدة يا مو؟ لك متأكدة. ليش تقبرني سمعان شيء أنت؟ يا مو أنا الليل مع ابن ناجي، خايف تكون شافت وحكوا مع بعض. بهي اطمن يا مو، اللي بالك ما صار لي. هلا ريحتيني يا مو. يا مهون يا مو، رايح الداخلية. الله معك حبيبي، الله يعوّن طريقة. ما شربت القهوة؟ مشغول بقصة البيت. إيه؟ الله يرجع منصور يا رب. آمين يا حق. عيونك لا نعلك إياهن يا أبو عطاء.